صباح الخير يا أحبائي. صباح النور. أنا المعلمة علياء حسن، مدرسة بنات الشهداء. درسنا اليوم في اللغة العربية. ما رأيكم أن أصطحبكم في رحلة بالخيال؟ نعم. هل أنتم موافقون؟ نعم. أغمضوا أعينكم لو سمحتم. الآن نحن نصعد في وسائل النقل في الباصات وننطلق. انظروا إلى الطريق، استمتعوا بهذه المناظر. لقد وصلنا، هبطوا. انظروا إلى هذا الباب الخشبي الكبير، ساعدوني لكي أفتح هذا الباب، إنه ثقيل جدا. هل تساعدونني؟ نعم. لنفتح الباب سويا. انظروا إلى هذه الغابة الكبيرة، انظروا إلى هذه القطع البيضاء المتساقطة، لونها أبيض ناصع كأنها قطع من القطن، ولكنها باردة جدا. ما هذه القطع يا ترى؟ إنها قطع الثلج. أنا أشعر بالبرد، ألا تشعرون بالبرد؟ نعم. الثلج يغطي كل المكان، يغطي الأرض والأشجار، وكأن الطبيعة عروس ترتدي فستانا أبيضا. ولكن ما هذا الذي يسقط مع الثلج؟ اسمعوا جيدا هذا الصوت، إنه يشبه سيمفونية موسيقية. يا له من عازف بارع، كأنه يطرق بأنامله على الأرض. إنه المطر، شموا رائحة التراب. ما أجمل هذه الرائحة. أنا بردت كثيراً، ما رأيكم أن نفتح الباب الآخر؟ نعم. هيا لنهرب من غابة فصل الشتاء. هل تساعدني في فتح الباب الثاني؟ نعم. لنفتح الباب الثاني. انظروا إلى هذه الأزهار التي تفترش الأرض الخضراء. أزهار من كل الألوان ومن كل الأنواع. استنشقوا عبق الأزهار. وانظروا إلى النحلات، تنتقل من زهرة إلى أخرى برفق وحنان. تأخذ الرحيق من هذه الزهرات لتصنع لنا منها عسلا شهيا. من الذي يرقص على صوت أنغام العصافير؟ إنها الفراشات الملونة. هل تشاهدونها وهي ترقص؟ نعم. ألوانها زهرية وبيضاء وخضراء. من الذي يعزف أجمل الألحان؟ إنها جوقة العصافير. شاهدوا العصافير وهي تزين الأشجار. شاهدوها وهي تطير فرحة بفصل الربيع. الآن لنفتح ذلك الباب في الزاوية. هل تساعدونني في فتحه؟ نعم. الآن فتحنا الباب الثالث. نحن الآن أمام البحر الكبير. انظروا إلى الرمال الذهبية، امسكوا هذه الرمال، إنها دافئة وجميلة وناعمة. انظروا إلى هذا البحر الكبير، أمواجه تتسابق كأنها في سباق، وتتراكض وراء بعضها كأنها طفل يركض إلى حضن أمه. انظروا إلى هؤلاء الأطفال الذين يركضون على الشاطئ، وأولئك الذين يسبحون في البحر. انظروا إلى الشمس كم هي حادة، انظروا ما أجملها وهي مشرقة. ولكن انتبهوا، فأشعة الشمس قوية جدا في فصل الصيف ويمكن أن تؤذينا، لذلك ضعوا القبعات على رؤوسكم. أروني كيف تضعون القبعات. طيب، لنتمشى قليلا على شاطئ البحر حتى نصل إلى الباب الرابع. هل تعبتم من المشي؟ نعم. الآن سنصل إلى آخر باب لنفتحه سويا. انظروا إلى هذه الغابة الكبيرة، كلها أوراق صفراء وكأنها مشغولة من الذهب، أو كأنها تلوحت قليلا بألوان النار فأصبح لونها أصفر وأرجواني وبرتقالي. إنها غابة جميلة، ولكن ما بعد هذه الأوراق تتساقط مع النسائم؟ إنه طبع فصل الخريف. الآن يا أحبائي
انتهت رحلتنا، افتحوا أعينكم لو سمحتم. أين كنت يا وفاء؟ هل تسمحي لي بالدخول؟ لقد تأخرت كثيرا، تفضلي. لقد فاتك الكثير يا وفاء بسبب تأخيرك هذا. ماذا سنفعل الآن؟ لا تحزني يا صديقتي، لقد التقطت لك بعض الصور. حقا يا كرم؟ نعم. شكرا جزيلا لك يا كرم، سنرى إن كان كرم مصورا بارعا. هل تساعدونني في شرح الصور لوفاء؟ نعم. لننظر إلى الصور التي التقطها كرم. انظروا إلى هذه الصورة، من أي غابة التقط لنا كرم هذه الصورة؟ انظروا إلى الأرض الخضراء والأزهار، من أي غابة التقطها لنا كرم؟ تفضل يا محمد. الربيع. أحسنت، من غابة فصل الربيع. من يصف لي هذه الصورة ويساعد وفاء في وصفها؟ من يصفها لي؟ تفضل نايا. هذه الغابة خضراء جداً، حيث أنها يوجد فيها جبال خضراء والورود والزهور الملونة بالأصفر، إنها جميلة جدا. شكرا لك يا نايا. لنرى الصورة الثانية، انظروا إلى هذه الصورة، أيضا هي من غابة فصل سارة خريف. لا يا سارة، انظري إلى لون الأزهار، ربيع. أحسنتي، من غابة فصل الربيع. من يصف لي هذه الصورة؟ من يصف هذه الصورة؟ تفضلي يا زينب. إنها لون الأزهار الجميل والأشجار المزينة بالزهور. أحسنتِ يا زينب، هل تحبون اللون الزهري؟ نعم. انظروا كيف الأزهار تزين الأشجار جميعها وتنتشر في كل الأغصان. أيضا هذه الصورة من غابة فصل الربيع، هل تعرفون ما اسم هذه الزهرة في الصورة؟ ما اسمها يا وفاء؟ يا شهد؟ الورد الزهري. لا، إنها شقائق النعمان. ما لونها؟ ما لونها يا أحمد؟ أحمر. أحمر، هل تحب اللون الأحمر يا أحمد؟ نعم. طيب، انظروا إلى هذه الوردة، ما هذه الوردة يا شهد؟ ما هذه الوردة؟ لا تعلمين؟ ما هذه الوردة؟ تفضل يا كرم. الوردة الجورية. أحسنت، هذه هي الوردة الجورية. الوردة الجورية يا شهد، هل تحبين رائحة الورد الجوري؟ نعم. هل تعلمين ماذا نصنع من الورد الجوري يا شهد؟ نصنع العطور من الورد الجوري. طيب، الآن هذه الصورة التقطها لنا صديقنا كرم من غابة أخرى. من أي الغابات التقطها كرم برأيكم؟ من أي الغابات؟ نعم سارة. من فصل الشتاء. من فصل الشتاء، أحسنتي. من يصف لي مظهر الثلج في فصل الشتاء؟ تفضل يا أحمد. فصل الشتاء تغطيه الثلوج وكأنه عروس في يوم زفافها، وحين تهطل الأمطار كأنه عازف يعزف على آلته. أحسنت، شكرا لك يا أحمد. أيضاً هذه الصورة من أي الغابات؟ تفضلي زينب. من فصل الشتاء. تحدث لي عن صورة المطر يا كرم. إنها الأمطار تتساقط كأنها تقرع على النافذة. أحسنت، هل تحب صوت المطر يا كرم؟ جداً. جداً، وأنا أحبه أيضاً. هل تحب رائحة التراب عندما ينزل المطر؟ نعم. وأنا أحبه أيضاً. هذه الصورة من أي الغابات التقطناها؟ نعم يا شهد. فصل الخريف. فصل الخريف، كيف يبدو منظر الأوراق في فصل الخريف؟ تفضلي نايا. غابة فصل الخريف كأنها تتساقط الأوراق فيه وتهاجر الطيور، ويبدو لونها كالذهب والأرجواني والأصفر. أحسنتِ، شكرا لك يا نايا. أيضا انظروا إلى هذه الورقة الوحيدة المسكينة، من أي الغابات التقطتها يا كرم؟ لنرى، من يقول لي من أي الغابات؟ تفضلي يا زينب. إنها الخريف. أحسنتي، إنها غابة فصل الخريف. وفاء، هل لك أن تصفي لي هذه الصورة؟ ماذا ترين في هذه الصورة؟ ماذا ترين؟ الورقة لونها ذهبي
أحسنتي. الأزرق والأصفر. لا، لونها فقط ذهبي، أليس كذلك؟ لماذا هي وحيدة على الشجرة يا وفاء؟ ماذا فعل الهواء بأوراق الأشجار؟ تتساقط. إذا أسقطها جميعها على الأرض. هل تحبين فصل الخريف يا وفاء؟ نعم. انظروا إلى هذه الصورة، من أي الغابات أو من أين التقطها لنا صديقنا كرم؟ أنت مصور ماهر يا كرم، هذه صورة جميلة. شكرا. من أين التقطها لنا؟ نعم يا سارة، إنها من فصل الصيف. إنها من فصل الصيف. ماذا نرى في هذه الصورة؟ ماذا نرى في هذه الصورة أحمد؟ أطفال يلعبون في الرمال. أحسنت، إذن هم أطفال يركضون على الرمال. ماذا نرى هنا؟ ماذا نرى هنا؟ نعم زينب، إن الشمس تغيب. تغيب، أين تغيب؟ عند الجبال. عند البحر. عند البحر. كيف تبدو لكم الشمس وهي تغيب عند البحر في فصل الصيف؟ كيف تبدو لكم؟ تذكروا عندما تخيلنا منظر غروب الشمس في البحر. تفضلي نايا. إنه لونه البرتقالي وإنها جميلة جدا وتعطي منظرا جميلا. وتبدو كأنها تحتضن البحر، أليس كذلك؟ نعم. تبدو كأنها تغوص في أعماقه. لنرى هنا ماذا يفعل الناس في فصل الصيف؟ ماذا يفعلون؟ تفضلي شهد. يلعبون في البحر. إذن يسبحون، يلعبون ويسبحون في البحر. ماذا نأكل في فصل الصيف؟ ماذا نأكل في فصل الصيف؟ نعم يا محمد. البطيخ. البطيخ الأحمر. هل تحبه يا محمد؟ نعم. هل تحبه باردا؟ نعم. هل تحب أكثر البطيخ الأحمر أم المثلجات يا محمد؟ البطيخ الأحمر. حقا؟ لا تأكل مثلجات أبدا؟ لا. لا أبدا؟ من يأكل مثلجات؟ هل تكسرون منها؟ لا. أحسنتم. الآن من يصف لي هذه الصورة عن الفصول الأربع؟ من سيصف لي هذه الصورة؟ تفضلي يا نايا. إنه فصل الربيع. نعم، إنه فصل الربيع. هنا. نعم. يوجد على شجرته الأوراق والزهور المزينة والشمس. ماذا تفعل هذه النحلة؟ تمتص الرحيق من الأزهار. أحسنت. هنا. إنه فصل الشتاء. نعم. تمطر فيه وكأنه مطر يسقي الأشجار. أحسنت. أيضا هنا. فصل الشتاء. فصل الشتاء أيضا. وهنا. فصل الخريف. فصل الخريف. شكرا لك يا نايا. الآن سوف نستمع سويا إلى أغنية الفصول كختام لدرسنا هذا. أنا فصل الشتوي كل القوي فيي، عيوني برق صوتي رعد وشعري تلج ومي، في عندي حكايات بليالي البرد بحكي عن ليلى بدي تتحلى سحري. أنا اسمي الرابع الأخضر لا زي المرجان. أنا أجمل إخواتي من
السهر بليالي. أنا اسمي الربيع الأخضر له زي المرجان، شاحاتي فراشات نسماتي الوردة، بسماتي من زهر اللوز ونفحاتي عطري. نحن الفصول الأربع تجمع ناس كمين، كلها طاقة حلقة في وقت ديني. الصيف اللي جاي بيخدي الشمس مراي، أغنم من فرصومي الأدلي وسلاحلي معباي. سهولي بالكرمات بحري بالموجات، ناسي وليلي والنجمات بيحبوا الصيفي. نحن الفصول الأربع تسمع ناس كمين، كلها بطل حلقة في وقت ديني. شكرا لكم يا أطفالي، وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الدرس.